هادشي هذا راه لا يعقل، لا يعقل. ولكن من نياب، من نياب، ولكن النياب هما اللي خرطنا في البلاد ديالنا. الميزانية ديال الساكنية واكلينها كاملة، والسلالي ما كيديش رياض. الرحمن الرحيم بن عبو الميلودي، سلالي ساكنين من المخاليف، تنقدم راسي لكم اسيدي. حنا راه مضرورين من ناحيه، وكنا دايرين واحد الوقفه احتجاجيه درناها قانونيا سلبيه امام القياده السابعه رئيس الدائره، وجاو عندنا الناس ديال الامن وبغاو يمنعونا، وحنا بقينا مستمرا بغينا الحق ديالنا. قلنا لهم عطيونا الحق ديالنا، تجابوا لنا الحق ديالنا من العماله، وقالوا لنا بان السيد العامل راه يتوصل بكم نهار اثنين او نهار ثلاث ان شاء الله، تجلسوا معاه ودعوا على حقكم. ودابا تنطلبوا حنايا من هاد الناس، وحنا هاد الوقفه اللي دايرينها وتنجريو عليها هذه جوج وقفات دابا اللي درنا حاليا، تنجريو على حساب هاد النياب الفاسدين، بان هاد النياب خرجوا لنا على الاراضي ديالنا السلاليه ديال جماعه السلاليه الساكنيه، وما تيبينوا لنا حتى شي حاجه، ولا بغاو شي حاجه ديال التفويض ولا شي حاجه تيدوزوها لراسهم، وما تيحضروناش وما تيعلموناش حتى تنسمعوا الاخبار. والله يجزيكم بخير، حنا تنطلبوا من السلطه ومن سعاده العامل ومن جلاله الملك الله ينصروا لنا ويخليه لنا، يعاوننا على هاد الناس ديال النياب ديال السلاليه. حنا ما عندناش ملكه، حنا عندنا غير ارث، وهاد الناس ديال الارث طحنونا بزاف، وكل نايب عنده ولات عنده 35 عام ديال النيابه، ما لا يعقل النايب تتكون عنده غير عامين تم 3 سنين. وتنطلبوا من جميع السلطه المحليه ولا القرويه ولا الاقليميه، تنطلبوهم يعاونونا ويساندونا، وحنا راه ما غنحبسوش وغنبقاو واقفين فوق واحد الحجاجيه تنحيدوا هاد النياب. حنا تنطلبوا من السلطه يحيدوا لنا هاد النياب، يحيدوهم. دابا راهم دوزوا لنا واحد 40 قطار في الكومبانيه، دوزوها فابور، والمدينه في وسط المدينه، والكومبانيه ما خصهاش تدوز ب 2400، دوزوها هما ب 2400، ودوزوا الدخله 11 قطار، دوزوها ب 1000 ب 3000 ريال، وفي وسط المدينه حدا لافيراي ما خصهاش تدوز ب 3000، خصها على الاقل يمكن. احنا ما تنعرضوش المخزن، وانما هي بلد سلاليه كان سيدنا انطق بانها باش تملك الجماعه السلاليه لا اله الا الله محمد رسول الله مع اهل النياب، تيديروا هذاك الشيء الخروقات اللي بغاو. رميله واحد البلاصه تيقولوا لها خميس رميله، مشاو للولاد عرفه دار القداري، قالوا لهم سيدي بان احنا هذه البلاد ديالنا، وملي مشينا بقينا تنحصيو معاهم. هذا عرض ربي، مشيت وقفت تما وديت نايب تيملك 24 قطار، ونايب حسن واحد وجلالي تيقولوا لي اسيدي اعطى لقينا عنده 30 قطار. انما هاد الناس اللي عندهم 30 قطار خص انا سلالي انا تكون عندي 30 قطار. هاد الناس داو البلاد ديال الناس. الاسم ديالي بن عبو مصطفى، تنسكن في عين السبع قنيطره، عين السبع الساكنيه قنيطره جماعه الساكنيه. المشكل اللي عندي هو تنستافد مني بحالي بحال الاخوان كاملين، والمشكل اللي عندي انا عندي ارض تنستافد غير في بلاصه وحده. دابا استفاده تسمى قصام، قصام تيكون عندك في الرمل وفي خميس الرميله وفي كبانيه حدا وزين طالياني. انا عاطيني في كبانيه حدا وزين طالياني، ولكن عاطيني عشي قسيمات صغار، وعندي حق ناخذ في خميس الرميله في السودان، وعندي حق ناخذ في الرميله، وعندي حق ناخذ في الرمل. السبب ديالي هما النواب، النواب تيديروا اللي بغاو. النواب ارض الجامعه كامله تيفوتوها بثمن رخيص، تيفوتوها. عندنا واحد الارض هنا وسط المدينه، واش كاينه شي ارض وسط المدينه تتفوت ب 2600 متر حاجه عطوها لنا من عندهم؟ تطالبوا على الحق ديالنا، الحق ديالنا بغينا ناخذوه ما نضيعوش. دابا انا بن عبو من المدينه الساكنيه المخاليف، انا واحد السيد متضرر هذه مده 5 سنوات، ما عطاونا حتى ريال النياب ديالنا، كيفوتوا لنا الاراضي اللي هي ديال الجموع اللي تنملكوها حنا كاملين، كيبيعوها هما وكيتفاصلوا عليها هما وكيداو رزقهم هما، وحنا ما عاطينش. والنايب تعب فيهم، تتبقى عنده فيلا، تتبقى عنده طوموبيل، تتبقى عنده الطاكسيات، من اين له هذا الشيء هذا كامل؟ فحالي فحاله، تتبقى عنده جميع الفلوس، العيالات كاين، الارمالات كاين، اللي مسكينه ميت ليها الراجل، كاين اللي سلاليه، كاين اللي عيد الكبير ما عنده باش تعيد. انا شفت عيالات في عيد الكبير ما عندهم باش يعيدوا. هاد الاراضي اللي تشوفوها هي قدامكم هنايا، قالوا لنا هذه ورشه مائيه، قالنا ورشه مائيه ممنوع فيها البناء، غادي تدوز غير بدرهم للمترو، خليوها غير منتزه، دوزوها لنا بدرهم للمترو وضرب ضرب العام، جينا لقينا فيها باطيمات، كل بارطمان تتباع ب 25 مليون، هادشي لا يعقل. وعاد 48 بقعه ديال الساكنيه اللي شاطت، دوزوها النياب خداوها. عاد الريزو اللي كتخلص فيه جماعه الصندوق الساكنيه ما كنشوفوش فلوسه، الحي الجامعي حتى هو كدوز الفلوس ديالو، الكرا ما كنشوفوهاش، ستاراسيون ما كنشوفوهاش، مديرين المشاريع غير بعضياتهم
وحنا نساونا ما عطينا لا فلوس لا تعويض لا حتى شي حاجه. وهادشي اللي تنقول تنقول هادشي كامل الا شتينا جلاله الملك وحس بينا حنا راه مضرين وتنتمناو من النياب ما يبقى حتى شي نايب حيت كلهم غير شفاره. طويري امين ود محمد بن علال بن دريس كسلالي في جماعه اولاد عرفه الساكنه قنيطره. انا واحد السلالي اللي كنشوف راسي حقي مهضوم، حقي مهضوم مع هاد الناس هادو، حقي مهضوم ما كنشدوش حقنا. هو هذاك جاو داروا شي اخوات النايب ديالنا، دار شي اخوات في اللائحه ديال البلاد، دخل شي ناس ما عند حقهمش يدخلوا، ماشي قسامه والدينا قسامه وهما غيدخلوا معاهم غيضيعونا. دخل احنا مثلا اللائحه ديالنا دخل فيها 15 لواحد، 15 لواحد دخل معنا في اللائحه. هذوك اللائحه لك الوالد ديالي غتخرج له واحد السد الخدامه، الا دخلوا ديك 15 واحد غتولي خارج له عاد تشد الخدامه. وما كاينش يديروا لنا شي قانون ديال القسامه، هما اللي يشدوا البلاد، اللي ماشي قسام ما يشدش البلاد. الوالدين وجدودنا اللي قسامه، اي واحد حقه قسام يشد البلاد، ما قسامش ما يدخلش. وحنا كنطالبوا بحقنا وكنطالبوا بحقنا، هاد الناس راهم ضيعنا. واي حاجه تكون كنطالب من السلطات باي حاجه تكون خارجه للساكنيه تعلق الورقه، واي حاجه تكون خارجه للساكنيه تكون حق السلالي يعرفها. راه الحاجه كتخرج كيبغيو يخرجوا شي حاجه، شي بلاد تفرق ولا شي فلوس، ما كيعلقوش ورقه المقاطعه نهائيا لمده 3 شهور باش نديروا حنا الطعن. ما كتعلقش الورقه نهائيا باش نديروا طعن. ملي كتمشي كدوز 3 شهور كتبغي تدير طعن، كتجي عند النايب ديالك كتقول راني ما تسجلتش ولا ما استفدتش ولا كيقول لك نسيتك، كيقول لك ما مشيتيش درتي الطعن. فين هي الورقه انا باش نمشي ندير الطعن؟ الورقه ماش كانتش كاع معلقه في مقاطعه. وكنطلب من السلطات ومن جلاله الملك وكاع اللي كي عنده كيقدر يساعدنا في هادشي يساعدنا. وشكرا بزاف.